بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم، معكم إبراهيم محمود مرسي. ده الفيديو الأول في قاعدة بيانات حجز فندق. الفيديو الأول هيكون عبارة عن مقدمة عامة لقاعدة البيانات الحالية. هنبدأ في الفيديو الحالي في السلسلة الحالية إن شاء الله اللي بنبدأها النهاردة، إننا نعمل قاعدة بيانات متكاملة لحجز فندق أو لوكاندا أو كده، حجز الغرف اللي فيه سواء غرف مفردة أو مزدوجة أو غرف أطفال أو، وهنعرف أيضا استخدام المستخدمين، أقصد دخول المستخدمين لقاعدة البيانات ديت بكلمات سر. هنعرف ازاي نتعامل مع التيبلز، ازاي ننشئ التيبلز والكويريز الاستعلامات، النماذج المختلفة ونربطها ببعض ازاي، ازاي نعمل استعلامات معينة، ازاي نطلع تقارير عن كل شيء في قاعدة البيانات الحالية. كمان فيه شيء مهم خالص في قاعدة البيانات دي، وهي ان كل فيديو هيتم رفع ملف العمل للفيديو الحالي، وده مهم خالص. يعني الفيديو الحالي اللي احنا بنشتغل عليه ده هنعمل ايه، الخطوة او الخطوتين اللي هنعملهم في الفيديو ده هيكون في قاعدة البيانات دي اللي هي اسمها قاعدة بيانات حجز فندق 001 دي. الفيديو الثاني هيكون 002 وهكذا، وهنرفعها معانا في جروب ملتقى معلمي مصر على الفيسبوك. تعال ندخل بس قاعدة البيانات كده ونشوف هنعمل ايه في الفيديو الحالي. طبعا هو فيديو تقديمي، هنفتح قاعدة البيانات لأول مرة. طبعا عملنا إنشاء لملف فارغ خالص وما فيهوش أي شيء، ولكن أنا عملت نموذج كده عشان تعريفي نتكلم على أساسه في الفيديو الحالي. هروح إزاي قاعدة البيانات تفتح على الفيديو، على الملف أو النموذج الفورم الشاشة الحالية ديت اللي هي قاعدة بيانات الطلاب. هروح أقصد قاعدة بيانات الفندق، حجز الفندق. هروح لقاعدة البيانات الحالية هنا من خيارات وأختار عرض النموذج. هتلاقي هنا النماذج اللي هي عندك، هتختار النموذج ده وبعدين تعمل موافق. هيطلب مني أعمل إعادة فتح لقاعدة البيانات، موافق. ممكن نعمل إعادة فتح من هنا من البيانات، أدوات قاعدة البيانات دي. في هنا ضغط وإصلاح، ده بيعمل إغلاق وفتح قاعدة البيانات مرة تانية، بيفتحها على النموذج اللي هو إحنا حددناه. طيب قاعدة البيانات حجز فندق فيها هيكون في أول الفيديوهات هيكون في جداول، إزاي ننشئ الجداول بتاعت قاعدة البيانات، وإزاي نعمل النماذج للغرف المفردة والمزدوجة، إزاي نعمل استعلامات عن كل أنواع الحجز بكل التفاصيل. هيكون فيها تقارير عامة وتفصيلية أيضا، هيكون فيها الفواتير بتاعت الناس اللي هم رواد الفندق، أيضا نظام مستخدمي قاعدة البيانات وكلمات سر وكده. كل الملفات هتكون متاحة مجانا، مفتوحة المصدر طبعا على جروب ملتقى معلمي مصر. الجروب ده ماشي في الفيسبوك، هتعمل انضمام للجروب وتدخل على تبويب الملفات. هتلاقي الملفات دي، كل فيديو هنرفع الملف اللي هو اشتغلنا عليه، حتى الفيديو الحالي ده اللي هو المفروض ملوش علاقة بقاعدة البيانات لان ده تقديم بس، هرفعه هو كمان على الملفات، تبويب الملفات في ملتقى معلمي مصر. كمان في شيء بننبه عليه، اكتر من شيء بننبه عليه في قاعدة البيانات الحالية، وهي ان قاعدة البيانات الحالية تعتمد على الماكروز فقط، مش هنستخدم فيها اي في بي اي خالص خالص خالص، اي اكواد في بي اي. الاستخدام فقط هيكون على الماكروز، وده طبعا شيء متقدم وشيء حديث ورائع وسهل كمان في الاستخدام، وده اللي هتلاحظه ان شاء الله لما تبدا تشتغل معانا في الفيديوهات القادمه. كمان قاعده البيانات دي يعني فكرتها، طبعا كلنا بنتعلم من بعض، ما فيش حد اخترع العلم كده او اكتشفه لوحده، انما العلم بتعلم. فاحنا اخدنا فكرة قاعدة البيانات دي من بعض الفيديوهات الاجنبية وبدأنا نطور عليها ونحدث عليها، ولما كان فيه استفادة كبيرة منها فيعني فضلنا ان احنا نعرضها عندنا باللغة العربية، وهنضيف طبعا بعض الاضافات البسيطة عليها، وان شاء الله ربنا ييسر الحال كده ويكون فيه فائدة كبيرة للمشاهدين. شيء أخير حابب أني أنوه عنه في الفيديو الحالي، وهو أن بعض المشاهدين الكرام يعني هيسأل ويتساءل إيه اللي هستفاده من متابعة قاعدة البيانات أو إنشاء قاعدة بيانات فندق، حجز فندق، وأنا لا عندي فندق جراند هوتيل ولا فندق
يعني ترانسلفانيا، ولا حتى عندي لوكندة السعادة، ما عنديش أي يعني اهتمام بالفنادق والحجز والكلام ده، هستفاد إيه منه؟ هتستفاد كتير خالص خالص لما تمر على المستخدمين وإزاي تعمل كلمة سر المستخدم في قاعدة البيانات، أما تمر على الجداول وإزاي تربط بينها وبين بعضها والعلاقات والريليشن شيب والكلام ده، لما تعمل الفورمز المختلفة النماذج وتنتقل من نموذج لآخر، لما تعمل الاستعلامات عن كل البيانات اللي عندك او اغلبها تفصيليا، لما تبحث عن اشياء محددة، لما تضيف يعني بيانات جديدة، لما تعمل تقارير تفصيلية لكل شيء عندك في المؤسسة بتاعتك، كل ده يعني هتستفاد منه لما بس تغير بعض البيانات وبعض الاشياء البسيطة اللي هنعرضها ان شاء الله في قاعدة البيانات الحالية. ندعو الله عز وجل التوفيق والسداد والرشاد، وأن يكلل عملنا بالنجاح، وأن يكون خالصا لوجهه الكريم. نبدأ على بركة الله وننطلق إلى الفيديو الأول في عمليا، وهو الفيديو التالي إن شاء الله. شكرا لمشاهدتكم الطيبة، ما تنسوش طبعا تدعمونا بالاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات، وأيضا لايك وكومنت، تدعمونا بتعليق طيب كده مشجع يحفزنا على الاستمرار إن شاء الله، وكمان شارك الفيديوهات لأن ده أكتر ما يدعمنا مشاركة الفيديوهات. شكرا للمشاهدة الطيبة، وإلى لقاء قريب قريبا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.